لذلك أيها الإخوة، من نابه شيء من شك أو ارتياب أو قلق أو حيرة، صدقوني نصيحتي، نصيحة أخ محب إن شاء الله ومشفق على نفسي وإن شاء الله محب لكم، لا تطل كثيرا النظر في مسائل فلسفية وعقلية لعلك تضل فيها مزيد ضلال. لا، أنت الآن خايف على نفسك، أنا أقول لك جرب هذا الطريق، جرب طريق الروح مش طريق العقل، طريق القلب والمحبة، على أن لهذا هي أيضا سبيله، ما في مشكلة وله أربابه، ولكن جرب هذا، هذا أضمن لك. العقل كثر ما خذلنا ويخذلنا إذا كان محروما من نداوة القلب، من محبة القلب ورحمة الروح. العقل يخذلك، العقل عجيب يا أخواني، عقل عجيب. من منا كما بدأنا خطبة اليوم، من منا يعرف تماما ما هي المعرفة التي تفتح له أبواب الحقائق، كنوز الحقائق، وتسعده وتنجيه؟ لا أحد. قد تطلب معرفة فيها هلاكك، أليس كذلك؟ تماما، كما تطلب شيئا فيه خسارك وبوارك، لا أحد يعرف. لكن هذا لغته أفضل بكثير، لغته أفضل بكثير. إذا عملت الله بلغة القلب وبمنطق القلب ستفهم عن الله أكثر من العقل بكثير، لأنه لغة القلب أيها الإخوة أكثر عمقاً لكن أكثر غموضاً أيضاً. اللغة التي نستخدمها، اللغة شبراخ أو لانجوج، هي لغة العقل. أما القلب نفسه فله لغة لا تسع لها هذه اللغات، شيء آخر يحس ولكن لا يمكن التعبير عنه، لغة عميقة حقيقية. ستفهم عن الله أشياء كثيرة لا يمكن أن تفهمها من كتاب بلغة المحبة. ستعرف لماذا أعطاك ولماذا حرمك. معظم شك الناس، ارتياب الناس، ضيق الناس بإيمانهم بسبب ماذا؟ الحرمان والخذلان. يقول الله حرمني، الله خذلني، الله أعطاه ولم يعطني، لماذا؟ لكنه ليس مستقيما مثلي، على أن الله أعطى أكثر مما أعطاني، وتبدأ مسكين أنت، مسكين أنت. تريد أن تحاسب الله تبارك وتعالى إلى منطق العقل القاصر، منطق الحساب، واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ أبدا، ليس كذلك. بالقلب ربما ستفهم قريبا مدى الكرم والجود والعطاء والسماحة الإلهية من خلال المنع، ويتكرم عليك بأن يمنعك مش بأن يمنحك، هتفهم هذا، سوف تدرك، سوف تعيشه، ولن يفهم هذا إلا القلب. لماذا؟ إذا وهبك لا إله إلا هو ما يثقلك وما لا تحتاجه، إذا وهبك ما لا تحتاجه حقيقة، هل هذا سيثقلك أم ستخف به؟ سيثقلك. النجار لو أعطيناه، أو الخياط أفضل، الخياط يحتاج أدوات رهيفة وبسيطة، الخياط الذي يخيط الثياب، لو أعطيناه أدوات النجار على أنه لا يحسن النجارة، تثقله أو يخف بها؟ تثقله، تعوق مسيرته، لا يحتاجها. فإذا منعه الله هذه الأدوات، منعه ما يساعده على أداء مهمته، ويعلم أن هذا سيثقله. وهكذا المال الذي منعته، والله يعلم أن هذا المال لن يكون طريقاً لك إلى الجنة ومرضاته، سيكون مهواء إلى النار وأنت لا تدري، أنت تزعم أنك، هو يدري، لا إله إلا هو. لو كان في إيمان كما قلت لك، افعل ما عليك واترك الذي له، له لا إله إلا هو بالإيمان، أليس كذلك؟ وأنت عندك إيمان أنه حكيم ورحيم، خلاص أنت دعوت بما ظننت أنه الخير، هو فعل لك ما يرى أنه الخير، أنت سترى هذا بلغة القلب. طبعاً الملاحظ يقول لك هذا كلام فارغ، شفته هذا الدين، يقول لك ترقيعات، كلها ترقيعات تبرر كل شيء، تبرر تصرف الله إذا أعطى وإذا منع. لا، مش صحيح أبداً، هذا مش منطق أرسطي، هذا منطق القلوب، منطق العشق، منطق الولا. مولانا يضرب مثلاً من أروع ما يكون على هذا المعنى، وقد شرحت لكم معنى مبدئياً. يقول ذهب جار الصائغ إلى الصائغ، ذهب جار الصائغ، صائغ الذهب، إلى الصائغ، وقال له يا جاري العزيز، لدي تبر ذهب. تعرفون التبر؟ الذهب في شوائبه، في تربته، فمن فضلك تفضل وأعطني ميزان الذهب. قال له ميزان الذهب، ليس عندي مكنسة تكنس بها الأرض، مكنسة، ليس عندي مكنسة. قال يا جاري أقول لك الميزان، أريد الميزان. قال المنخل ليس لدي،
قال كف عن هذه السخرية بالله، فقد سخرت مني طويلا. أكلمك في شيء فتتحدث فيه؟ قال يا جاري لست أصم ولست أبله، أنا سميع ومدرك، وقد سمعت ووعيت ما قلت، ولكني رأيتك تتحدث عن تبر الذهب ويداك ترتجفان، يبدو أنك تشكو من علة، فعلمت أنك إن أخذت الميزان لتزن التبر سيتساقط منك فستحتاج إلى مكنسة، فقلت لك ليس لدي مكنسة الآن، وعلمت أنك إذا كنست التبر احتجت إلى غربال صغير دقيق العيون، إلى منخل لكي تصفي أي التبر أي من الشوائب الأخرى، فقلت ليس لدي غربال، كل ما في الأمر يا جاري العزيز أني حدثت الأمر أولا. شاشي هذا الكلام، شو هذا الكلام؟ كلام مولانا، هذا الذي أثر في العالمين، في اليهود، في النصارى، في الهندوس، في البوذيين، هذا الذي أبكاهم، هذا الذي جعلهم يقولون هذا القديس فوق كل قديسي العالم. كيف أتكلم بهذه اللغة؟ لغة بسيطة يفهمها الطفل، أليس كذلك؟ لكنها تفتح لك آفاق النوافذ لمعرفة الله والتفكير في التعامل مع الله والتعاطي مع أقداره، مع منعه ومنحه بطريقة لم تخطر لك على بال من قبل، أليس كذلك؟ هذا من فتوحات الله عز وجل. قال كل ما في الأمر أني حدثت إيه بالأمر أولا، خاطبتك عن المكنسة أولا، أعرف ما الذي سيحدث. لا إله إلا الله، هذه لغة القلب، لغة المحبة يا إخواني، لغة المحبة. أما أننا نصر على أن نملك وعلى أن نعرف وعلى أن نفتح كل الأبواب، وإذا منعنا غضبنا وشككنا وارتبنا، هذا منطق بعيد من الإيمان تماما وقريب من الحماقة. والإيمان حكمة، الإيمان حكمة تصل بين الأطراف المتناقضة فيما يبدو من تناقض، والأقطاب المتباعدة فيما يظهر من تباعد، هذا هو الإيمان. حكمة الإيمان كما قلت لكم أعظم من حكمة أكبر الفلاسفة، لكن من تحقق بحكمة الإيمان، من تحقق بحكمة الإيمان.